عشاق الشيخ منصور، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه دايما. حبيت اوريكم القطع الجميله دي من اللحمه، معموله في الفرن لسه طالعه دلوقتي حالا. دي عباره عن قطعه من لحمه العجل لسه عاملها دلوقتي حالا اهو، زي ما حضراتكم شايفين. يلا، المكونات اللي استخدمتها سهله وبسيطه خالص: ملح، فلفل اسود، روزمارين، ورق لورا، حبة من السمنة البلدي بتاعتنا، وحبة من زيت الزيتون. وزي ما حضراتكم شايفين هتتقطع حتت صغيرة وبتتاكل مع أي نوع مكونات خضار أو رز مسلوق أو أي حاجة تانية. طريقة ممتازة وجميلة جدا. أتمنى الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد هنعمله مع بعض بإذن الله. انتظروا المزيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.